نعم، في كذا سؤال يا دكتور عايزين نسأله حضرتك قبل ما نختم الحلقة. اتفضل. في حد بيسأل حضرتك عايز مشروب يريح القولون. المشروب اللي بيريح القولون جدا جدا، اما ياخد نص معلقة راويند على نص معلقة سيراميكي وحط عليهم ماء سخن، ده يعني في ثواني. في حاجة تانية بتريح المعدة والقولون، معلقة عرق سوس بودرة او قش حط عليها ماء سخنة ويشربها، بتوقف الآلام.